من هول يحكي ما رح يعرفوا والله جد. ولما يكبر انا بفهمهم شو صار. خلص فكك من الطابق كله. ايوه لانه ناقصه الولد يصير معه انفصام، كل واحد عم بينادي لي اياه باسم شكل. لا حبيبي بدي تلاقي لي حل. بتعرفي الجو اليوم كتير رواق وهادي، حتى ريحه البيت مفحفحه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي، حتى الطقس كتير حلو. ليش جد مش مسموع له صوت؟ ما فهمت. لازم تقعدي وتهدي. اه انا قاعده، انت اللي واقف. شوفي معناها وقفي وهدي. فؤاد وقعت لي قلبي. شوفي لا طمني طمني، اهدي اهدي اهدي. الولد مش بالغرفه. شو جد وينه؟ بالسياره. ولك الله يوفقك. بالسياره بالسياره بعد هيك. جاد ماما حبيبي اجيت، انا اجيت. افتح الباب افتح الباب بسرعه. تحكيش جاد، تحكيش جاد لحدا يسمعنا. تحكيش جاد. ولك اسكت بقى وافتح الباب خلصني حبيبي. هينا اجيناك. ولك افتح الباب. طيب هيني فتحت. طلعي طلعي شو بارد. انا مش عارف شو اللي خلاني انسى واخذت الاكياس مكانه. ولك ليش تاخده معك اصلا؟ اه تعالي تعالي. انا كنت مفكر انه هو لازم يوقع شهاده ميلاده بنفسه، بس طلع لا. فؤاد انت اسكى واحد بعائلتكم. هلا قمنا من هالسيره. ليك هلا انت بتروح لعند اهلك وانا رح اروح لعند اخي سليم، خلينا نجيب نواقص المباركه لانه ما عندنا شيء بالبيت. طب يلا 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 بسرعه بسرعه. تعرف تسكر الباب؟ ايه. دير بالك دير بالك. شوي 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 شوي. يا جماعه انا صار لي يومين مخلفه، طبيعي انساه. شكلي رح اركب له جرس. لف 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 هدايا طلعت صغير. بلاش يلف مكان هسيك اسم امك. مرحبا. هلا يمه. تالا طلعت. شو طلعت هاي؟ شو طلعت؟ طلعت طلعت يا ابو طلعت. شو مش عارف تقرا اسم ابنك؟ هذه البلالين يمه عشان المباركه. لا 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 ممنوع البلالين بالتربية الحديثة يابا. الولد شو 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 ممنوع ما ممنوع؟ عمي بفؤاد أنا بقول تناقش شوي بهدوء، مش عشان إشي بس اعتبروني غريب. صح النقاش في التربية الحديثة مطلوب وما فيش فيها بلالين. بلا حديثي بلا قديمي بلا جسمه. قال حديثي قال. احنا طول عمره الولد بمزط من بطن أمه وبدبر حاله لحاله. كبرت عزك ليش حاسك بتكلل من كلمتنا؟ اسمع يما يا حبيبي انا بديش اياك تبكى يعني خسيع خريع، بدي اياك تربي ابنك زي ما احنا ربيناك مشان تقدر تمون عليه يما بجرى. تمام انا بدي اربي ابني بالطريقه اللي بدي اياها، وانا بدي ارجع اربيك من اول وجديد عشان تعرف كيف تربي ابنك على التربيه المتسلسله المتلاصقه مع بعضها، مش التربيه الحديثه تبعتك هذه مش مليحه. لف لف. لين ام سليم فوتي اختي فوتي الباب مفتوح.